الفبركة أسلوب اعتادت جماعة الإخوان عليه لترويج أكاذيبها وتأجيج الرأي العام، خاصة في القضايا الكبرى والتحريض ضد الدولة المصرية. وفي هذا الصدد قال خه سين: أنا إخواني مقيم في منطقة الهرم في الجيزة، وحصلت على تكليفات من جماعة الإخوان المسلمين بعمل محادثة مفبركة بين جد القاتل لواء سابق وأحد الضباط، تناولت فيها رغبة الجد في تزوير سن القاتل والنزول به لسن الحدث على خلاف الحقيقة. وتمكن قطاع الأمن الوطني أيضا من رصد محاولة لجماعة الإخوان المسلمين استغلال قضية مقتل الطالب محمود البنا في تأليب الرأي العام وإثارة الفوضى والبلبلة في أوساط المواطنين، حيث تم تحديد العناصر القائمة على هذا التحرك وضبطهم عقب تقنين الإجراءات، وعثر بحوزتهم على ملصقات إثارية وإسبراي وأسلحة بيضاء واتنين طبنجة صوت ورشاش صوت بهدف استغلالها لإثارة حالة من الفوضى والشغب وقطع الطريق وتعطيل حركة المرور أمام مقر محاكمة المتهم بمدينة شبين الكوم خلال جلسات محاكمته. سأعطيكم أولا نبذة صغيرة عما حدث، ثم نرى فيديو للحظة دخول المتهمين قاعة المحكمة اليوم وبعده تفاصيل أكثر، حيث تصدرت أولى جلسات محاكمة المتهم الرئيسي وثلاثة آخرين بتهمة قتل محمود البنا المعروف إعلاميا باسم شهيد الجدعنة اهتمامات الشعب المصري بعد تحولها لقضية رأي عام. انطلقت صباح الأحد أولى جلسات المحاكمة، وقررت محكمة جنايات الطفل بمجمع محاكم شبين الكوم تأجيل القضية لجلسة 27 أكتوبر الجاري للاطلاع على الأوراق، وحضر المتهمون لمقر المحكمة وسط إجراءات أمنية مشددة، وأغلق الأمن طريقين مؤديان للمحكمة بوضع حواجز حديدية فضلا عن أوناش تابعة لإدارة المرور بالمحافظة، ولم يسمح إلا بمرور الأشخاص المترجلين بعد فحص هوياتهم، فيما تم منع السيارات والدراجات النارية من المرور. كما كشف صدى البلد عن كواليس الجلسة، فبعد وضع المتهمين داخل قفص الاتهام دخل المتهم الرئيسي في حالة بكاء هستيري وسط تماسك باقي المتهمين الثلاثة، حيث حضروا بنفس الملابس التي تم القبض عليهم بها منذ 10 أيام، ولم يحضر أي من أهل المتهم الرئيسي، بينما حضر معه أحد المحامين الموكلين من القاهرة بجانب وجود ممثلي الدفاع عن باقي المتهمين. واقتصرت الجلسة على المحامين ووالد المجني عليه فقط محمد البنا دون حضور أي من أقاربه، وتصدر هاشتاج حق محمود لازم يرجع موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد قرار المحكمة بتأجيل أولى جلسات المحاكمة. وشهدت الأيام الماضية جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن سن المتهم الرئيسي، وتداول البعض شائعات تفيد بأنه تم التلاعب في الأوراق الرسمية للقاتل لمحاكمته كحدث، وكان نضال منظور محامي محمود البنا قد نفى شائعة تزوير بيانات بطاقة القاتل لتقليل عمره عاما لكي يحاكم كحدث. وقال منظور خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج الحكاية المذاع عبر فضائية الام بي سي مصر: من واقع بطاقة الرقم القومي وشهادة الميلاد اتضح أن سن القاتل أقل من 18 سنة، أي أنه حدث. وهناك بعض الناس تعرض على مواقع التواصل الاجتماعي مستندات مثل كارنيه القرى وصورة أخرى لبطاقة رقم قومي وتاريخ صدورها 1 مايو وهو يوم أجازة، وما زلنا نبحث ونتحرى لأن السن أحد الدفوع التي سنقدمها للمحكمة بشرط وجود ما يكفي من المستندات لتقتنع المحكمة بأن سنه أكثر من 18 وبذلك تحيله لمحكمة الجنايات. من ناحية أخرى أعلن محمد الحسيني محامي المتهم الرئيسي اعتذاره عن القضية، وأكد الحسيني في تصريحات لموقع الوطن عدم حضوره مع المتهم في جلسات المحاكمة. وأضاف المحامي: والد المتهم جاري وقد وكلني بحكم الجيرة، ولكن أبنائي كانوا يعرفون المجني عليه محمود وقد شرحوا لي الوضع بشكل دقيق.
وتعاطفت مع الضحية، والآن بعد أن فهمت كل شيء لا أقبل أن أترافع عن المتهم في قضية مثل تلك. كما أعلن محام آخر في منشور على صفحته الشخصية على موقع الفيسبوك أن هناك واسطات ليترافع في القضية عن المتهم ولكنه رفض. وفي سياق متصل، أعلن مصدر أمني بمديرية أمن المنوفية في تصريحات لموقع صدى البلد أن المتهمين في القضية لم يتعدوا السن القانونية، حيث أنهم سيكملون عامهم 18 في 11 نوفمبر 2019، وبذلك فإنهم سيخضعون للمحاكمة وفقا لقانون الطفل، وأقصى عقوبة فيه قد تصل ل 15 عاما وليس الإعدام. ويقع المتهمون تحت قانون الطفل الذي يمنع إصدار أحكام بالإعدام أو السجن المشدد، وتعد عقوبة 15 سنة هي أقصى العقوبات. وإليكم الآن فيديو لساعة دخول المتهمين المحكمة. البداية كانت مع القصة الحزينة والتي سطر بطولتها شاب لم يتجاوز 17 من عمره، تمسك بالمبادئ والقيم محاولا الحفاظ على كرامة فتاة تحرش بها شاب جامعي، فكانت عقوبة معاتبته له هي القتل بدم بارد، ليخلف وراءه أم وأب لم تجف دموعهما مطالبين بالقصاص من القاتل حتى يهدأ في رقدته وتطمئن قلوبهما بأن الله لم يضيع نجلهما، بصرخات مدوية شهدتها مستشفى تلا المركزي بمحافظة المنوفية، والتي شهدت اللحظات الأخيرة للشاب محمود محمد البنا 17 سنة طالب بمدرسة السادات الثانوية بمدينة تلا، بعد تعدي 4 أشخاص عليه ترأسهم المتهم الرئيسي طالب بجامعة السادات، وشاركه كل من ألف عين 17 سنة وميم ميم 17 سنة وألف ألف ألف 17 سنة، مقيمين جميعا بمدينة تلا، حيث تفاجأت والدة الضحية بأحد أصدقائه يطرق باب المنزل ويسأل عن والد محمود، وعندما سألته رد عليها بأن محمود مجروح وتم نقله للمستشفى، وعلى الفور ذهبت هي ووالده للمستشفى ليجدا غارقا في دمائه وقد سلم روحه لبارئها. بدم بارد استل المتهم الرئيسي سلاحه مطوة وعاونه 3 آخرون بعد أن تربصوا بالضحية ليتابعوه بالشارع المجاور للمنزل، ويقوم أحدهم بإمساكه ووضع مادة حارقة على وجهه ليباشر القاتل جريمته ويوجه طعنات نافذة ويفر هاربين. جاءت تدوينة محمود بعد أن شاهد المتهم الرئيسي يقوم بالتحرش بأحد الفتيات من جيرانه، وبقلب نقي لا يعرف الغدر عاتبه على عمله، ولكن الأمر قوبل بالرفض، فدون البنا قائلا اللي يضرب حرمة يبقى زيها، وهو الذي أشعل غضب القاتل ليرسل له عددا من رسائل التهديد ويتوعده إلى أن جاء وقت التنفيذ ليقضي على البنا. شكل اللواء محمد ناجي مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية فريقا برئاسة اللواء محمد عمارة مدير المباحث الجنائية بالمنوفية، وتمكنهم من ضبط 4 المتهمين وتقرر النيابة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات. طالب محمد البنا والد الضحية بأن تتم محاكمة عادلة للمتهمين بقتل نجليه، مؤكدا أن المتهم الرئيسي في الواقعة كان له العديد من الجرائم. ونظرا لثراء أسرته، خشى الأب أن الأمور تمر دون أن يكون هناك أي عقاب ويضيع حق نجله كبعض الوقائع، وناشد بأن تتم المحاكمة العادلة الناجزة، فيما رددت والدة البنا عبارة ابني مات عشان دافع عن شرف جارته، مؤكدة أن أقل شيء أن يتم إعدام القتلة وأن يتم إعادة حق نجليها. ومن ناحية أخرى قالت سحر والدة الطالبة
ابنتي حتى الآن لم تستدعى من قبل النيابة العامة للشهادة، وكل ما أثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك حول قيامه بالذهاب للنيابة العامة واعترافها بأن محمود البن هو من قام بالتعدي عليها وأنها خطيبة المتهم لا أساس له من الصحة، ومجرد شائعة فقط لا غير، مؤكدة أنه في حالة استدعاء النيابة العامة لها لن تتأخر بالشهادة في حق المجني عليه محمود البنا، والذي أنقذها من المتهم الرئيسي، وأنها ستظل مدينة طيلة حياتها للمجني عليه الذي أنقذ شرف نجلتها. وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية عن حقيقة الواقعة التي بدأت عندما استاء المجني عليه من تصرفات المتهم قبل إحدى الفتيات، فنشر كتابات على مواقع التواصل الاجتماعي الانستجرام أثارت غضب المتهم، وخطط لقتله بالاشتراك مع المتهمين الثلاثة. وجاء رد والد الشهيد على الزيارة الثانية لمحافظ المنوفية والتي قابلها بالرفض، مطالبا بأن يكون الحق له بالحكم العادل والقصاص من القاتل، وأن تتم المحاسبة لكل من تورط في قتل نجله. ونظم وفد من مجلس النواب زيارة لتقديم واجب العزاء لأسرة الشهيد، والتي كان مع مطالب الأب المكلوم بأن يتم المطالبة بتعديل القانون الذي سيتم الاستناد إليه في قضية القاتل، والتي سيكون بموجبها الحكم بعقوبة لا تشفي صدور الأسرة ولن تجعل الشهيد يهنأ في رقدته. وفي مفاجأة من العيار الثقيل، أعلن محامي القاتل ورئيس هيئة الدفاع عنه الانسحاب من القضية قبل ساعات بسيطة من انعقاد الجلسة الأولى للمحاكمة، في إشارة ودلالة كبيرة على أنه انحاز للحق وتأكد من أن موكله قاتل. على الجانب الآخر، رفض عدد كبير من المحامين المعروفين بمحافظة المنوفية الانضمام للدفاع عن القاتل، مؤكدين أنهم لن يشاركوا في استكمال جريمة أخرى، وأن المحاماة مهنة شرف وكرامة قبل أي شيء، فيما ازدادت هيئة دفاع الشهيد بعدد كبير من المحامين المؤمنين بالقضية والساعين لتحقيق الأدلة والقصاص من القاتل، فيما جاءت مناشدات وأمنيات أسرة الشهيد بأن يتم القصاص من القاتل والمتورطين معه حتى يكون هناك راحة لقلبهم وتوقف دموعهم التي لم تتوقف ولم تجف منذ سماعهم بخبر وفاة الشهيد الله يرحمه. ده محمود البنا مع والده، شاب زي القمر، وهنا أثناء المشاجرة والمعاتبة في الشارع، واحد حط مية حارقة على عليه عشان يلخمه، والتاني طعنه ومطوه. حاجة مؤسفة. ربنا يعزي الأسرة كلها ويريح قلوبهم. دي والدة محمود البنا. لو أعجبكم الفيديو ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وشاركونا بالتعليقات، ده ساعة تشييع جثمان محمود البنا. وياريت تشاركوا الفيديو مع أصدقائكم، وشكرا لكل المحبين والمتابعين والمشاهدين. قناتكم قناة أخبار النجوم، شكرا لكم.